صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشه السومر يوم مستمعي اذاعه السومر فهم، حلقه جديده من برنامج ناس وناس تاتيكم من منطقه البياع بين اهلنا وناسنا الطيبين لنقل مناشداتهم ومشاكلهم الى الجهات الحكوميه ذات العلاقه. نتحدث عن موضوع اللي هو الشغل الشاغل للعراقيين، موضوع الزحامات المروريه. بصراحه الشيء ذات الشيء نفس الزحامات اللي معتاد عليها العراقيين البغداديين سواء بجانب الكرخ او الرصافه. اليوم بمنطقه البياع لاحظنا انه حركه السير شبه متوقفه بصراحه، تقاطع البياع تحديدا نشوف انه اكو زحامات مروريه خانقه. الموضوع ما يقتصر فقط على البياع يا اخوان، لا، كثير من مناطق بغداد خاصه اللي توافد لها كثير من المواطنين اللي بها مرآب، اللي بها سوق شعبي، اللي بها دوائر حكوميه، نشوف هذه المناطق في بغداد تشهد زحامات مروريه خانقه. شيء بشيء يذكر دوله رئيس الوزراء سيد محمد شياع السوداني، نشوف انه اكو جهد خدمي بتوسعه الطرق وانشاء طرق جديده وجسور وانفاق داخل العاصمه الحبيبه بغداد، لكن لهذه اللحظه زحامات هي ذات الزحامات، تحتاج جهد اكثر سرعه بانجاز المشاريع والطرق حتى تستغل وتفك هذا الخناق المروري اللي اصبح بصراحه شبح يلاحق المواطنين عند ساعات الصباح الاولى. لان ما من معقول اليوم موظف حكومي أو اللي عنده مراجعة بدائرة معينة أو طلاب الكليات أو أصحاب المهن بصراحة يقطعون مسافة لحظة خروجهم من منزلهم وصولاً إلى مكان عملهم ثلاث ساعات وساعتين ونص. هذا الوقت كثير وكثير جداً بالنسبة للموظفين اللي يدخلهم بإرباك وإشكال مع الدوائر اللي يشتغلون بها بسبب موضوع البصمة وما شابه هذا الأمر. يحتاج أنه سرعة بإنجاز هذه المشاريع حتى يستفاد من عندها المواطن. أما بقية المشاكل اللي هي موضوع البطالة وموضوع المتقاعدين وموضوع اللي الرعاية الاجتماعية فهذه أكيد راح نسمعها من خلال المواطنين. اليوم احنا بين أهلنا وناسنا طيبين بمنطقة البياع، صباح اليوم نقول لهم صباحكم الله بالخير ويا رب الرزق لأصحاب القوت اليومي وإن شاء الله رزق من أوسع الأبواب. صباحك الله بالخير حجي. الله بالخير، الله يخليك، الله يحفظك. والله الحمد لله نحمد الله نشكره. الله يبارك بك. ابو منو؟ ابو ضياء. يعني ابو ضياء. نعم. ابو ضياء ايش عندك؟ سولف. والله نايب ضابط. نايب ضابط؟ نايب ضابط من الجيش السابق والجيش الحالي. زين. انا عندي مشكله. شنو مشكله؟ صارت لي من سنه 2019 فلحد هذا اليوم. زين. سنه 2016 انا انحكمت يعني وطرت من الجيش. شنو السبب؟ سبب دعوه مدنيه. قضاء وقدر وانحكمت على المواد 405 قتل غير متعمد. طيب ال 2015 طلع عليه تشابه اسماء. زين. هو ظليت بالسجن سبعة اشهر. زين. طلعت خلال سبيل. طيب. تشابه اسماء. فمن طلعت رحت لوحدتي، وحدتي استقبلتني عودتني. على اي وحده كنت؟ على اني على كنت على الفرقه الخامسه في وقتها. طيب. على سريه تمويل نقل 21. زين. بعدين وراها صعدت بال 2015 شهر التاسع عدت شهر الواحد. طيب. 2016 صعدت محكمه عسكريه قال لي انت محكوم فوق الخمس سنوات طردني يعني من الجيش. زين. شمني قانون العفو العام 2016 نفس السنه. زين. شمني قانون العفو العام. طيب. 2000 يعني الوحدة مالتي قالت لي بعد الكتاب ما جاي لحد الآن بالعودة مالتك. زين. 2019 أنا شنت عدي عملية فاتصلت بأمر الفوج. أمر لا مو أمر الفوج، اتصلت بأبو القلم. زين. أبو القلم قال لي اتصل بطاني رقم ضابط الرواتب. طيب. ضابط الرواتب قال لي لا تجي ولا توصل. ليش؟ شنو سبب؟ مطرود. انت مطرود يعني انت طلعت من الوظيفه؟ العفو نقول هربت. ما هرباني، ما عندي لا هروب ولا عندي غياب. بسبب انه اول شيء دعوه مدنيه. دعوه مدنيه انحكمت عليها. كم سنه؟ ست سنوات. طلعت عفو. طلعت هي شمني العفو العام مال 2016. اول سنه من السجن؟ لا انا انسجنت وطلعت بال 2015. زين. بال 2016 انطردت من الجيش. طيب. بال 2016 شمني قانون العفو العام يشمل. طيب. شكو واحد عنده محكومية. نعم. عنده هاي. نعم. ال 2019 اتصلت يعني بابو القلم. ابو القلم قال لي اني مجاز، هذا رقم الضابط وخابره. خابرته قال لي انت ما مشمول ولا تجي ولا توصل. زين. وحدتي يعني بالموصل كانت. زين. لان انتقلت يعني من الفرقه الخامسه الى فرقه 20. طيب. وراها انا شفت قبل بالقوات الخاصه. فناشدت يعني عن شلون عندنا جروبات من القوات الخاصه. زين. نشرت احد من
يعني الطيبين قال لي انطيني رقمك واسمك العسكري. طيب. اسمك ورقمك العسكري اعطيته اياه. زين. ثاني يوم دز لي اياهن على على الخاص قال لي هذا انت من ضمن العوده وانت اخر راتب مالتك 2014 وهذا اسمك بالقرص موجود. طيب. روح لوحدتك موجود بالحاسبه. يعني. رحت لوحدتي وحدتي قالت لي والله ما نقدر نسوي لك شيء. رحت القائد فرقه ما لقيته معهم قائد فرقه قال ارجع الامر امر وحدتك يسوي تشكيل مجلس تحقيقي ونعيدك للخدمه ونسويها. بالنهايه شنو اللي صار بعد ما انه اجى انه قرار بالعوده ما قبل يسوي هالشيء هذا. قال لي روح اشتكي. يعني اجتهاد شخصي له حسب قانون لا ضابط. لا هو قال لي روح اشتكي روح سوي. اكو قانون وضوابط معمول بها انه قال لك انه عليها روح اشتكي وما تصير له هو اجتهاد شخصي من لا عنده. لا اجتهاد شخصي قال لي اي رحت سويت مظلوميه عن طريق نائب وصل كتابي لاداره المراتب. اداره المراتب تقول لهم هذا مفسخ عقد وش اسمه فسخ عقد ومن ضمن الهاربين. انا مهارب انا مهارب جايه لجنه بال 2014 على مدول الفضائيين دار جيني وياهم ظليت اني بالفعل انه انت كنت من ضمن الكيدي هذا لا الموضوع. لا انا مو فضائي انا معكوم طيب. انا بالسجن عندي كتب وهاي كلها كتب عندي كتب كلها هذا كل الكتب مالتي موجوده هاي كلها كتب موجوده خير ان شاء الله. شنو مناشدتك حتى والله اناشد اني بس اريد اقابل وزير الدفاع. وزير الدفاع ثابت العباسي اي وزير الدفاع المحترم او رئيس اركان الجيش السيد عبد الامير يا رب يا الله. وهاي كتاب هذا حتى كتاب تعال يا امي هذا حتى كتاب هذا هذا بالألفين جيت طيب هاي هاي وزارة النائب أمان على موضوع النائب على كل راح أوصل هذه مناشدتك للمكتب الإعلامي الخاص لوزارة الدفاع سيد اللواء يحيى رسول إن شاء الله وبالإضافة أنه راح نوصل مظلوميتك ومناشدتك إلى السيد رئيس أركان الجيش فريق الأول ركن عبد الامير يا الله وان شاء الله راح يستجيبون لمناشدتك اللي ايضا من عندك رقم تليفونك اذا ممكن اكتب لي بورقه خلي حتى في حدا حبوا يتواصلون يعني نقدر انه نتواصل اشكركم اشكر القناه الله يبارك فيك هاي انا ايجار عشا واحد بالدار اطلبهم فروقات ما يعطوني اياها الفروقات اطلب تقاعد العامه ما يعطوني انا عشا واحد بالايجار ليش من ياسنا تطلبيهم هوايه صار لي من حرب الكويت متطلقه والبارحه قالوا لي اكو ذاعه جماعه بغداد جديده مدنيين قالوا لي اكو ذاعه تعزلك راتب رعايه طلعون المسدسات علي قالوا لي ممنوع تسهل وانا والله العظيم ما عندي احد عود اطلب من العالم وقاعد ايجار واحد اقول لهم يعطونا راتب 314 بس ايجار 300 والله علي هذا الله زين انت شنو عليك الراتب مالتك التقاعدي؟ مداني مال ابويا زيداني 100 سوانا 414 لحد الان تاخذيه؟ اخذه بس ما يعطونا فروقاتي الفروقات من ايش وقت تطلبيها؟ واي والله اطلبهم من حرب الكويت ما كل ما راح يطردوني رحتي للدائره راجعتي؟ بالرعايه هاي بالتقاعد العام الشواك اي والبارحه ولد مدنيين سبعه ببغداد جديده ايه؟ وصرخ وعيط اريد واحد يتلقاني يقول لي شبيك ماك يقولوا له عندنا ايش اسمه هاي اذاعه مال رعايه عن سالك رعايه ايه؟ شو قعدان والزمان من ايد وشال بكان يقول لهم والله ما جدي والله ما جدي واركض اصرخ انت يما بالفعل انه تتسول يعني جدين تسولين لا اطلب من العالم صحيح بس ما عندي احد انا ما عندي احد راح اموت وظهري مكسور والله العظيم وجار بالدار قاعده رب ليش راح ما يطني يعني كله ظلم الجار محاربني الناس محاربتنا قالوا ما جداني يعني ماذا انت مو عندك راتب الله يرضى عليك مو عندك ايش قد راتبك 304 زيداني 100 400 واني جار 300 لا قالوا اقل راتب هو 500 ماخذ 2000 لا والله القران مو انا مستفيده ما مستفيده انت مو صح زين طيب ايش قد راتبك انت كله 400 414 امانه الله صادقه والله صادقه ايجار 300 والثلاجه سحبت لها ابو 50 ب 34 والله وين قاعده والله بالدار اي بيت عندك ملك لا جار علي هذا الله ليشهد علي ومسلمتهم بيد الله حسبي الله ونعم الوكيل عليهم الله لا يوفق يلا ما عندي احد خالص راح اسوي طونياهن باقوهن ما ادري والله زين انا شلون اقدر يما اتواصل وياك؟ والله بعد ما ادري انا قمت اخاف من الاذاعات ذاك اليوم يقولوا الاذاعه ما يسوي لك رعايه السومريه كان والله تشبكوني لا السومريه منبركم صوتكم ما نوصل صوت الجميع بس قول لي شلون انا ما عندي مال خلق صحه وعافيه
بس قولي لي شلون اقدر اتواصل وياك؟ عندك تليفون؟ والله بعد ما ادري. اي والله عندي وما اعرف هذا عندي تليفون. طيب سود علي ده واختك ولا لا؟ يمه لا على باختك وليدك. يعني حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. حسبي الله ونعم الوكيل. اقدر عليهم. اقدر انه اخذ رقم تليفونك يمه؟ احافظ رقم تليفونك؟ شو اسوي له؟ شو اسوي يعني في حال انه احد يستجيب لك، احد انه لو بس تريدين توصلين مناشدتك انت، بس تريدين تحكين عليهم؟ والله اي انشد اسوي عليهم، اقول حسبي الله ونعم الوكيل، يتلقونها من الله واهل البيت. الله يبارك فيك. وهاي بنص السنه ونهايه السنه هاي راح تجي يصيرون مريده. الله يكون بعونك يمه، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك، صباحك الله بخير. لا يمه على بختك، لا وليدك ثاني. الله يسعدك حبيبي، شلونك؟ شو اخبارك؟ تعالوا يا اخوان. الله يسلمك امورك. شلون وضعك؟ الله يسلمك. شلون الطلاب؟ تعالوا خلينا نسالكم اليوم شلون الامتحان، تعالوا. اني ورد اروح. شلون انا على باب؟ والله الحمد لله. شنو شغلك؟ انا سماج. سماج؟ اي. شنو موضوع السوق مال بياع؟ صار بي؟ ايش بيه؟ سووا وقالوا زالوكم ما اعرف شنو. صح، وجاي يرقون ورانا البلديه. اي والله. اخذوا وراك البلديه؟ اي والله. غير مخالف انت، وين بسطيتك؟ ما متخالف، انا على الرصيف صاعد. لا هو الرصيف ملك الجميع. ملك الجميع. لا شو ما مخالف؟ أيه. شو ما مخالف يا أيه على باب الله وين نروح؟ على اي على باب الله. أيه. صح، بس ملك الجميع هذا، انت لربما تشغل هذا المكان احد، يعني مو ملكك هذا المكان، مو ملكك على كله. تمام. صار الموضوع مال البلديه. والله ما اعرف عنه بصراحه، ليش اكذب عليك؟ أيه؟ ما اعرف اي شيء، بس احب اناشد رئيس الوزراء على مو شغله العفو. شغله العفو؟ يعني شغله العفو، انا عندي اخوي محكوم مظلوم. اخوي كمل 4 سنوات ونص. أيه؟ بعد له 2 سنين ونص وشالوه، شالوه مال الفراش الشرطي. ليش شالوه؟ يعني حتى لو خيرجعون ما يعطون عفو، خيرجعون مال الفراش الشرطي. أيه؟ على مود واحد يدفع للدوله ويطلع اخوي. زين، فناشد رئيس الوزراء، ناشد رئيس الوزراء خلي ينطعفوا جميع المظلومين والسجناء، هو مظلومة ترى. ان شاء الله وصل صوتك. شكرا جزيلا. ممنون حبيبي، شكرا. الله يبارك فيك. شلون امتحاناتكم اليوم يا؟ والله يا زين الحمد لله. يا صفت انا سادس اعدادي. اي بعفي عليك. منهاجك كله كامل؟ لا كامل، بس انا اريد الحذوفات يرجعوا لنا اياها مالت العام. الحذوفات؟ الحذوفات والله المادة صعبة هواية. لا اخي انت واجبك تقرا يا حبيبي. صحيح انا جاي اقرا. لا المعلومة اللي تنفع. انا شاطر ترى. عفية عليك. الله يخليك. شاطر ما يدور حذوفات. صحيح، بس حذوفات والله، لان العام ما قارنوا انا ويا العام. العام انطوهم حذوفات هواية. ايه؟ هالسنة احنا ضافونا. جاز انه يحذفوا لك فد معلومة، تعلم. ايه؟ جاز انه يحذفوا لك فد معلومة. ايه؟ ما تقراها. تستفاد من عدها، تكون مفيدة. صحيح 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 صحيح، بس هم ضافوا لنا. انا بلكت يعني وصل صوتي ان شاء الله. اقرا 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 هواي وشد حيلك. الله يسامحك. شد اخر شغل ودنا. السلام عليكم. الحمد لله بخير. شو شغلك؟ طالب. طالب. طالب؟ ايه. شو رايك بامتحانات؟ الحمد لله بخير. شلون؟ الحمد لله. لا الحمد لله. يا صف رابع علمي. رابع علمي؟ ايه. منهاجكم كامل استلمتوه من المدرسة؟ مو تقول لي انه اشتريناه واستقرار كامل. لا استلمنا كامل. كله كامل؟ كله كامل. مع كله كامل. كله طبعا 23؟ كله 23. الحمد لله. اكو قديمات اخذناها. ايه؟ عادي، بس يعني اغلب مثلا مواد عربي، انجليزي، كيمياء، هذين كله استلمناها جدد. ولا حياة ما تنهي. الحمد لله. شلون الامتحانات؟ الحمد لله، يعني احنا نحاول نجيب درجة. مدرستك شلونها؟ الحمد لله، يعني احنا الحمد لله شكر من المدارس مالت المتفوقين. مال المتفوقين. عافية عليك. إدارة يعني كادر تدريسي زين. عافية عليك، كل التوفيق إن شاء الله. كل التوفيق. صباحك الله بالخير. شلونك؟ الحمد لله. تشلون؟ طالب مدرسة؟ إي رابع علمي. شلون في الامتحان اليوم؟ والله زين اليوم، بس احنا ناشد على أستاذ أحمد أبو العربي. إيش بيه أستاذ؟ يعني هو جاي تقريبا فاتت مدة من المدرسة وأجي. صعب المادة، يجيب أسئلة صعبة، بحيث هسه أنا بالقواعد ماخذ 10. من ايش قلت؟ من 30. 10 من 30. اي والعام اخذ مين؟ منك مو من المدرس. لا من المدرس. لا دام انطيك ماده، دام انطيك ماده كامله. ماده صعبه لو لا؟ ماده صعبه، يعني هو اجى مده متاخره وما لحقنا يعني ناخذ الماده كامله، والاسئله يعني جدا صعبه اذا تجي ومدن يعني يفتهم الماده، مدن لحق نقرا الماده. ايش قد وصل لكم الاستاذ من بدايه المدرسه؟ تقريبا ورا شهرين. طيب هاي الشهرين ايش قد خلص لكم منهاج؟ خلص لنا مثلا من الادب 3 مواضيع واربعه، ومن القواعد 4 مواضيع ايضا. 4 مواضيع. وعندنا يعني كتاب احنا المفروض نخلصه كامل قبل نص السنه. وبعدين جزء ما خلصنا، بعدنا تقريبا بعدنا شويه من عنده خلصنا، يعني تقريبا بعد 8 مواضيع. فوق 90% من الطلاب راسبين، كلهم 10 راسبين. ماده صعبه جدا، بدل لحق اصلا نقراها. هو انت اذا تقرا بشكل يعني اكثر راح تلحق على المنهاج. تلحق عليه، بس انت اذا ما فاهمه، يعني اذا المناهج موجوده عندك، المنهاج كله كامل وبينقص
هو موجود. المدرسة سلمتك منهاج كامل، كتب كاملة سلمتك؟ اي نعم سلموني منهاج كامل. انت المفروض تقرا، انت المفروض تقرا، الاستاذ ينطيك مادة عالية انه يوفر لك المادة ويشرح لك اياها. الاسئلة اللي جت بالامتحان مو بمستوى الشرح، اللي شرح المدرس. هو مو هو اللي خلى الاسئلة؟ اي. لا شلون مو بمستوى؟ مو بمستوى يعني الشرح مادته بسيط والاسئلة جدا صعبة تجي. وبعدين يعني هاي مدة الشهر يعني ما تلحق انت تقرا بيها، المفروض الاستاذ متواجد من بداية السنة، المفروض تقدر تفتهم المادة على كيفك، ما تستعجل بالمادة وتجاوب ويوصل لك الشرح بشكل جيد، يعني الشرح هسه ما وصل بالفكرة الزينة. يعني اكو نقص بالشرح. شد حيلك شد حيلك اقرا اكثر وان شاء الله كل التوفيق لكم. شلونك؟ اتوقع طالب سادس؟ لا لا انا المفروض كلية مو سادس، راسل ثلاث سنوات من وراء الانجليزي. ناشد الانجليزي ما الثالث غير تقرا وش تناشد اقرا اخويا دفعت 450 للمدرس حتى بس ادخل واقرا واصير زين بالانجليزي طبيت الحروف الانجليزيه ما اعرفها الانجليزي صحيح بيه بس شوي انجليزي صعب يعني اقرا من الصبح لليل بالاخير الانشاء عندنا احنا بس العام الانشاء عندنا تقريبا 4 إنشاءات إلى 5 هاي العام جني ثلاثة مدري اثنين اتذكر ما اتذكر بس ما اصدق اصلا روح نجحت من الانجليزي الانشاء جاني عن مدري شنو اتذكر كتبت السطرين من يمي والباقات من القطع خارجية من يمك يعني شو من يمك جبت لا لا يعني انا حافظهم والباقات من القطع خارجية وقتها تلم منا يلا نجحنا ان شاء الله خير شد حيلك وناشد على مادة الطبيعيات هم على كيفكم بالرابع هذه يوم الطبول شوية المسائل صعبة بس تتنقص المسائل علاوي شكرا جزيلا شكرا جزيلا كلكم انتم يوم شنو يوم كلها طالعة من وقت الطلاب اي والله كلها طالعة من وقت الاسئلة سهلة الاسئلة والله عمو حال سهلة بس عمو احنا نطالب الاجتماعيات ونطولها بعد يوم كامل يعني نص يوم ندرس بيه بالسبعين صفحة ستين صفحة ما نقدر احنا مطلوب من عندك 70 صفحة بالامتحان 70 صفحة بنص يوم نكملها بنص نهار يعني ترجع للامتحان ثاني يوم عندك امتحان اي عمو ثاني يوم عندي امتحان اجتماعيات رأسا ولا لحق والله عمو عايفة على الله وأن الله مع المتوكلين والله شكرا كل التوفيق لك شلون شباب الجماعة ايه تعال تعال تعالوا تعال يمي اليوم زين ملتزمين أهل التوك توك بصراحة ملتزمين شكرا لكم يعني احنا شفنا لاحظنا انه سجاد ذا بعد اللقطة ذا ممكن هنا على التوك توك يعني بصراحة ملتزمين اليوم التزام جيد أصحاب التكاتك بتقاطع البياع في عليكم وهذا المريود من عندكم لا مثلين على الشارع لا أنهم مسببين إرهاص عافية عليكم عاش يديكم طيب وقفتنا هنا شلون؟ وقفتنا هنا نصير التكاتك هنا هو هذا المكان اللي مخصص أيكم أي صح؟ أي والعالم تجي عافية عليكم لا تتجول ولا شيء اللي عبر اللي يجيك خلاص هو هذا رزقي طيب ده نشوف انه اكم رقمات واكم ام رقمات بيش الرقم ده يصير هسه 400 والله 400 ألف ساعدات كلش تكاتك كل واحدة بسبعة وبستة سبعة مليون؟ ايه ساعدات كلش بيت شانا ليش انه بيت؟ انه كانوا بثلاثة بثلاثة ونص جديدة ضعف السعر حسا ما مرقبوا بستة سبعة ايه بس المستعملة باربعة بلحقها 400 بعد بلحقها 400 على هزة صعدها 50 التيك توك ايه هي على ساعدات سبعة ونص ايه غالية طيب الالتزام هذا اللي هسه تقوم به من عندكم انتم قررتوا انه بعد ما طلعوا الشرطه الاتحاديه هم منظمين هم منظميكم اذا واحد تعارك لهاي يطلعوا الشرطه الاتحاديه يعني هم من اللي نظموا هذا الموضوع تشوف حتى ازدحام قليل اي وهاي الظهر ماكو ما كلها تروح كلها تروح اي تحل بالوحده ماك احد بعد عافية عليكم عافية عليكم بارك الله بيكم بارك الله بيكم حبيبي هذا ناشد شو ناشد تطالب مدرسة ايش عندك ناشد اي المدرسة يعني حش السامع مو نظيفة وسخة والله انا دخلت مدرسة متفوقين وتعبت حتى ادخل على المدرسة بالاخير كانت يعني وسخة وطلاب كل شيء مو يعني وسخة شنو حماماتها حمامات مكسرة وجامات مكسرة والرحلات كلها مكسرة شو اسمها هاي المدرسة جعفر طير المتفوقين جامها مكسر كله مكسر بس احنا شتا شلون باردة اي حتى بنكات بالصيف بنكات بالقود يشتغل ضوء ماكو كهرباء ماكو ملاحظة نعم السيد محمد الشيوعي السوداني بالقلب اكو تعييرات ولا فترة انطرح هذا السؤال هو ضحك قال معناها القصد مو ماكو تعييرات تلعبت انما هاي الفترة ماكو صح ولا لا
هسه جاي الفتح استماير واضباير من اروح اقدم انا جاي بعد بغداد عندي بكالوريوس شنو؟ بكالوريوس جاي بعد بغداد. انت خريج بكالوريوس شنو جامعه بغداد؟ ايه بالمجمع معظم. ايه فمن اقدم يقولوا احنا نريد العوائل. الاوائل ايه الاوائل ذولاك وين مدي يظهرون؟ لا الاوائل وين هم الاوائل؟ الاوائل وين بالسوق؟ الاوائل بالعلوي يحملون الزرع. الله يرضى عليك. انت بس قول لي شنو انت تعاني؟ شنو شبيك؟ تعال يمي تعال تعال تعال. شنو شبيك؟ اول انا رجلي بيها قصر. اي ايه ولادي ولادي زين والحمد لله والشكر لا رعايه ولا عبيد ولا هاي السوالف. بس بوقت الانتخابات يعرفونه حج فلان وحزب فلان والشيخ فلان وفعلك كفايه صح لا لا؟ تفهم انت شخصي تطير بطاقه الناخب وانا بخدمتك وكل شيء ماكو. زين قلنا الله ما كاتبنا بهاي السوالف هسه نخلص دراسه والله يفتح ابو جهنه مو صحيح؟ غير هي هاي زين الف زين انا شنو الفائده يعني هسه لو بيها ثمره يعني وحق هو على ابن ابي طالب اطلع الساعه ب 6 الصبح ب 6 ونص اروح للدوام شاي عدله وين دوام؟ باب معظم بالمجمع. زين شنو شغلك؟ هسه ابيع سمك. تبيع سمك بسوق مال باب معظم؟ هذا هنا هنا ابيع سمك. زين بس دوام بالمجمع مال الكليات ها باب ثقب على ابن ابي طالب اطلع الساعه ب 6 7 الصبح ارجع هنا الساعه ب 11 هنا بوجهي ابقى على باب الله ل 8 بالليل اذا اقعد يوم واحد وحق هو علي ها ومصيبه زينب الكبرى وفاتها اذا اقعد يوم واحد ثاني يوم ما عاد اروح كرون للجامعه ها واقول الحمد لله الله الله يفرجها بكل ساعه فرج بكل ساعه فرج زين انا تخرجت وبظلم حالي 8 9 على طب للبيت لا تعيين لا راتب رعايه ما تعرف لا ضمان صحي لا حقوق لا ما تعرف شنو حج ما تعرف عليه انا هذا الكلام ما احترامات جلابك الكريم هذا الكلام يعني ما يفيد لان حكينا بغير قنوات وحكينا بغير لقاءات لازم نحكي لازم نوصل هذا الصوت لازم انه نوصل هذا الصوت بس يعني اذا خريج بكالوريوس حاصل على هذه الشهاده اللي بصراحه اكو مسؤولين بالدوله ما نريد نجيب اسماء احنا ورا ما يصعد بالمنصب ورا ما يقعد على الكرسي ويحصل هذا المنصب يروح يجيب له شهاده بكالوريوس ما ندري منين وخلاص ويصير بكالوريوس وراها ما اعرف بكم سنه وياخذ الماستر وراها ياخذ الدكتوره ما اعرف سريع على كل اليوم احنا الشباب اللي نسمع هذه معاناتهم وده ننقلها طبعا راح نتماسك اعصابنا امام هذه الحاله راح نتماسك انه حتى مشاعرنا لان انتم يعني بعض المسؤولين ما يحسون بمعاناة المواطنين اللي احنا على تماس مباشر وياهم الالم اللي بداخله ينتقل لنا لان احنا بشر يا اخوان على كل التصريحات والكلام والوعود اللي نسمعها من كثير من المسؤولين اللي يقول احنا راح نوفر فرص عمل للشباب وهذا اللي قبل الانتخابات يقول اني الشباب ضمن اولوياتي طيب وين هذا الكلام استاذ علي اي شباب اللي انتم تقصدون بس احنا نريد نعرف نقطه شباب الخريج للشباب اللي ما عنده شهاده اذا الشباب الخريج فهذا استاذ علي بس واذا الشباب اللي ما عنده شهاده فده نشوف الباعه المتجولين انتم اي شباب تقصدونها من هذا الموضوع هذا الكلام للبعض هذا الكلام للبعض نتمنى يكون عمل حقيقي مثل ما بغداد شهدت حركة عمرانية بالجسور والأنفاق والاستحداث طرق نريد نشوف حملة أخرى طبعا رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يعني الناس كلها تستبشر خير يعني الناس كلها تستبشر بيك خير يا رئيس الوزراء نتمنى أنه مثل ما بادرت بهاي الحملة العمرانية تكون أكو مبادرة باحتضان هذه الشباب العاطلين عن عمل بالمؤسسات الحكومية وفي حال ماكو عمل ودرجات وظيفية بالمؤسسات الحكومية الاهتمام بالقطاع الخاص عندنا مصانع أكثر من 400 مصنع موجود بالعراق على الأقل أنه اللي ما يلقى فرصة عمل داخل المؤسسة الحكومية يجي لهذا القطاع آسف أتأخر عليك قولي ملاحظتك أنا من ذكرت لحضرتك قبل شوية أنه أطلع الصبح للدوام وأرجع بوجه من الدوام وأرجع بوجه من الدوام هنا أنا أبدي الملابس مال الكلية أنه مو معناها عود أنا جاي خلي العالم اكسب عاطفة العالم او عاطفتك او غيره لا هذا الشيء من جاي احكي لك اياه هذا الشيء غصبا مو علي ها هذا الشيء جاي احكي لك اياه افتخر بيه انا كنفسي زين انا من ابوع على روحي لا هذا ما صح انا هسه بقدرتي وامكانيتي امانة الله وعلى ابن ابي طالب عندي اكمل ماجستير اقدر بس شنو الفائده؟
والله العظيم اقدر اكمل. اسمك شنو اسمك؟ انا محمد. محمد الله يبارك فيك محمد، وهذا صوتك وصل، معاناتك وصلت، والله يبارك فيك ويقويك. شكرا جزيلا، صباحك الله بالخير. والله استاذ احنا على الكهرباء اي صار لنا 8 ايام طافي. وين بيا مكان؟ هاي هنا بحي العام. بحي العام صار لكم 8 ايام طافيين؟ ايه، وصار له 5 ايام ما سابح وحق ام البنين، ماي حار ما عنده. هاي بحي العامل يم حسرية اليامي. ايه؟ صار لنا 8 ايام طافي الكهرباء. ما رحتوا الدائرة؟ ما رحنا اشتكينا بس ما كل شيء ماكو. وصار له 5 ايام الله شاهد ما سابح. بس قبلك حبيبي. الله يكون بعونك. يعني شو اسمه زين المحلة؟ حافظ المحلة مالتكم؟ لا والله ما أقرب شيء على هذه المنطقة؟ هي حسرية اليامي. حي العامل؟ ايه. إن شاء الله المعنيين يسمعون هذا النداء ويعني يوجهون يعني صيانة الأعطال بهذه المنطقة، على الأقل إنه المواطنين يستفادوا. شو عندك تتناشد؟ عندي طالب كل مدرسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي جعفر الهادي، صف ثاني. عندي مناشد على الامتحانات، دائما الامتحانات تكون يوم ورا يوم، فقط عنده يوم واحد فقط راحة، وهم الامتحانات مادة كلش طويلة المواد، يعني بحيث انه ما تلحق تقرا. جهزت هذا المنهاج مالتك؟ نعم. هذا كل امتحان تبي اليوم؟ مو كله، لا نص اغلبه. فبصير ضغط على الطالب، فاتمنى انه يراعون الطالب على كيفهم وياي، على الاقل لو يسوون كل يوم امتحان افضل شيء. يعني تروح تمتحن؟ ثاني يوم تمتحن له وراها بيوم؟ لا اتمنى امتحان وراء عطله او امتحانين وراء عطله هيك حتى يخففون الضغط على الطالب، هم يقدر يجيب درجات عليه. انا اذا اعرف شغله الجدول مالتكم مثلا يقول امتحان الاسلاميه، تروح تمتحن الاسلاميه وراها عطله وراها امتحان ثاني؟ لا لا لا، مثلا اجتماعيات وراء احياء وراء فيزياء يوم ورا يوم ويوم ورا يوم، صار علينا ضغط كلش. فاتمنى من المدارس انه تقلل الضغط على الطالب وتخلوه عطل. جدا شكرا. شكرا لك. يعني هم منطقي موضوع يكون انه الامتحانات بين يوم ويوم حتى يلحق الطالب. اي والله يجب. اي والله اول تجاري. اول تجاري؟ شو رايك بالامتحان؟ والله الحمد لله زين، بس هم الامتحانات يوم ورا يوم شويه صعبه. هم صعبه موضوع اليوم؟ اي والله يوم امتحان. يعني هسه احنا امتحاننا اليوم اداره، باكر ورا محاسبه وراي. ايش قد الماده اللي امتحنت فيها اليوم؟ 5 افصل، هو بالنص. بالنص 5 افصل. 5 افصل؟ اي كله على الامتحانات 5 افصل 5 افصل. عندك يوم نص يوم تقريبي؟ اي هو بس هسه من نرجع ثاني يوم الصبح بالسبعة. الله يكون بعونك. رحم الله والديك. صباحك الله بالخير. شلونك؟ هلا حبيبي. هلا شلون اخبارك؟ لعيونك. طالب تشتغل؟ ذهن. طالب وتشتغل؟ اكيد. عافيه. الله يبارك فيك. خليك. طالب يا مرحلة؟ بس انا مرحلة ثالثة يعني سادس. صناعة. سادس صناعة. اي يعني انا هسه لازم مرحلة ثالثة. يعني اي مرحله ثالثه صناعه يعني ايه. مثل حالك حال ابو السادس اعدادي. اي اكيد. زين امتحانات اليوم؟ ايه. شلون كانت؟ الحمد لله زين. زينه؟ زين. تقرا انت؟ اكيد. ها؟ زين نسوي شغل ونقرا. شو شغلك؟ انا اشتغل بالانترنت. بالانترنت. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. ايوه. الله يبارك فيك. طيب منهاجكم كامل واشتريتوه من برا؟ لا 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 كامل كامل كامل. وزعوا لكم اياه كامل؟ وزعونا. الحمد لله شكرا. الحمد لله شكرا. الله يبارك. عيونك خليك. تسلم عيونك. شوارك حبيبي. شوارك الله يخليك. الله يسلمك. شو موضوعك؟ طالب خريج تشتغل؟ والله اني طالب. طالب. اي مرحله؟ صناعه مرحله ثالثه. صناعه مرحله ثالثه. كنت علمي تقريبا 3 سنين سادس نوبه حولت الصناعه. زين. ليش حول؟ شو السبب؟ والله الماده صعبه مال العلمي ما قدرت ادبر، حاولت بها ما في عليك. شفت نفسك انه انت غير متاهل غير مؤهل للدراسه العلمي، حولت على الشيء اللي باستطاعتك. طيب مهماتي انا ما تركت. احسن. شنو ناوي بالمستقبل الصيف؟ والله والتسهيل من الله، اي شيء قباله اروح افوت بها. تسهيل من الله. لا انت خالشي ببالك خالف الطموح؟ والله انا خالشي ببالي ايه؟ بس صعب شويه. صعب شويه. اللي هو الكليه العسكريه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بس ضابط ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب تحقق. الله يسلمك. ان شاء الله. السلام عليكم. هلا حبيبي. تعال تعال يا فندم. نعم تعال. اليوم الحلقه على الامتحانات، يعني طلاب المدارس. والله امتحانات واداره والمدرسه كلها اليوم اريد احكي. شكوش عندك اهو الإدارة؟ يعني إحنا بداية السنة عربي تقريبا شهرين لو 3 ما ماخذين عربي، ماكو مدرس عربي. جتنا شو وقت؟ أخير شهر
وطتنا كل المادة هيش لا افتهمنا ولا أبد. بشهر خاصتكم المادة؟ بشهر هيشي كتاب زي. كامل إيه؟ والاجتماعيات أبو الاجتماعيات يمشي ركض بالمنهج زين. عوف هسه المدرسين والهاية إيه؟ شايف لك مدرسة متفوقين رحلات مكسرة شايف لك؟ مدرسة متفوقين رحلات مكسرة فعليا كش ماكو. شو اسم هالمدرسة؟ جعفر الطيار هيات وراك زين. هذا حق رد مكفول يعني إيه؟ موضوع الرحلات وتأخير إدارة متفوقين إيه؟ وزارة هاي متفوقين تحن تحصيلي هاي صدمنا يعني بالنتيجة يعني لا رحلات لا صفوف لا إدارة وامتحانات وحدة ورا الأخ بدون تفاهم درجات يكسرون يعني أساني شون شون يكسرون بالدرجات ليش يكسرون بالدرجات؟ ما ندري المفروض إحنا مثلا بالعربي معدل المفروض الساعة 98 حاط لها 91 ليش؟ ما أدري انت ايش مدرك انه الساعه مالتك 91 مو انا ماخذ من الشهر الثاني 28 الشهر الاول 26 من 30 28 من ايش قلت؟ من 30 28 من 30 من 30 والشهر الاول 26 من 30 زين ايه وعندي الانشاء كله عشرينات زين خط كله عشرات ايه والمحفوظات عشرات زين اه بس هاي وش قلت له على الساعه مالتك؟ 91 المفروض انا هسه المفروض 98 اذا رجل يضربني 97 اذا رجل يضربني ايه نرجع وياك حبيبي نرجع وياك نعطيك نبذه عن العام عن الاداره بامتحان الشفوي قبل اسبوع تقريبا نفس الموعد هذا جو قالوا نكمل امتحان يطلع ووقت كان بالعشره ورا شويه انا اتصلت عليه قلت لهم انه الخط ما تتاخر فاجا والدي للاداره قال احنا ما مطلعينهم بالعشره ب 12 الله يطلعون وكله هوايه كانوا ناس وياي طالعين منهم الحيدر مو تتذكر العام طلعونا بالعشرة بس ابو حيدر سوي في هذا الموضوع اكيد اي طلعنا اجى ابويا وسوى مشكله والاداره هم ظلوا شلون اقول لك شدوا وياي بهاي السالفه بس بس اتمنى توصل الرساله والاداره الوزاره تشوف كلها اكيد اكيد وصلت اكيد وصلت الرساله شكرا جزيلا صباحك الله بالخير هذا عنده مناشده منو شلونك والله ايه احب اشكر المدرسه مالتنا ايه والله المواد يعني كلش سهله الحمد لله اي والله احم الله وديكم ان شاء الله شكرا شكرا شلونكم شباب زينين الحمد لله عندي اعتراض على الدرجات شو عندك اعتراض على الدرجات في فيزياء خاصه نوصل صوتنا لوزاره التربيه انا المفروض بالفيزياء فوق ال 90 حاطت لي 83 وكيمياء اليوم عندنا امتحان كيمياء مدرسة شرحت لنا فصل وراحت دخلونا فصلين ودخلونا فصلين واحنا شارحينا بس فصل شارحكم بس فصل؟ اي ومدرستنا مال المتفوقين ايه وشارحينا وشارح والفصل الثاني ما حد شارح لنا اياه وهي جابوا لنا دخلتكم يا بالامتحان؟ اي يا صفته اول اول متوسط ودرجتي بالفيزياء منزلها من 90 ل 83 نزلوها؟ اي ومكسرين هواي بالدرجات يعني اليوم بصراحة يعني طلاب المدارس صغار العمر يعني أيضا عندهم مناشدات يا أخوان لا يعني ما من معقول إذا ثبت كلام الطالب أنه إذا جايهم الأستاذ وشرح لهم بس فصل واحد بالامتحان يتفاجئون أن هم جايتهم أسئلة من فصلين فهذه لا هذه غير مطابقة لشروط وتعليمات التعليم العالي التعليم وزارة التربية فنتمنى انه يكون اكو يعني خطه دراسيه حتى وان كان الاستاذ متاخر تكون اكو خطه دراسيه تناسب الاستاذ والطالب السلام عليكم احنا صفته احنا او مرحله اولى صناعه داديه ام الطبول داديه كلش ناجحه زينه بس عندنا مناشد لم الطبيعيات ايش بيها الطبيعيات مدخلت لنا 5 فصول واحنا قارين 4 هي طالب هي من قريتكم 4 نعم اللي هي من قريتكم 5 بالاساس لا 4 4 الخامس جايبه منها همين بالاسئله ورد شويه تسهيل الاسئله يعني شويه الاسئله جت صعبه هاي الاسئله امتحانات من السنه الباقي كل المواد زينه وجيده اعداديه كلش زينه يعني الصناعه ملتزمين المدرسين والمدرسات ويا الطلبه والتدريس كلش بارك الله فيهم بارك الله فيك الله يبارك هذا مو معظم الاسئله شلون؟ هاي اهل السبيج
هاي اهل السمج واهل الخضره كلتها قدام مدرسه مال الثانويه ما متفوقين. هذا ابدا مو منظر، ابدا مو منظر. لا نقدر نمشي لا نتحرك، لا نقدر نمشي لا نتحرك. هاي السيارات كلتها منا، كل واحد يريد يندعم، كيات وخضره وهاي، شلون يعني ما نقدر احنا طلاب واحد يضرب يندعم؟ هاي مو حاله، هاي هاي مو حاله. تعاني من موضوع ان الباع المتجولين. خلي 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 كمل ابراهيم. لا خلي 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 كمل ابراهيم. نعم هاي مو حاله. هاي زايده ان المدرسه صغيره كلش علينا، ثلاث طلاب واربعه بالرحله، مو طبيعيه هاي الحاله. لا تريد تسمع المدرس، لا تريد تقعد براحتك، لا تكتب، لا هاي يعني هاي مو حاله هاي. اي والله استاذي ما شاء الله عليك على، بس اسمح لي، والله ما شاء الله عليك على هالمنطقه. اشكرك استاذ. يا صف انت ثاني متوسط؟ انا ثاني متوسط. اي نعم. شلون جاوبت؟ والله الحمد لله اليوم زين. انت بالمتفوقين؟ اي نعم استاذ. عفية عليك، بارك الله بيك. وما يهم، انت المهم انه انت اقرا زين هاي شويه العراقي اللي تصير ما الطريق وما شابه هذا الامر. انت اقرا واقرا زين بعد، وان شاء الله نشوفك دكتور ان شاء الله. اشكرك استاذ. تتمنى انه تصير دكتور ان شاء الله؟ عانم بهذا الشيء؟ اي ان شاء الله. اشكرك استاذ. شنو قال لك انه الباع انه على اول شيء على باب الله؟ اكيد اكيد صح. لا لا صحيح، وهم طلاب بيناتهم صحيح. تعال شوي تقرب علينا. اسم حضرتك؟ عموري. عموري اي، قال انه الباع المتجولين مأذينا احنا كطلاب. وهم احنا بس هاي القطعه الفارغه انه ما نقدر زين، مشتري ما يقدر يجي هناك زين، يخلص دوامه قبل يروح البيت، يصعد منا يسوق ويطلع قبل زين. مو ذاك السوق نموذجي مال البيع؟ ايه صحيح. ليش ما تروح تفتح بيه؟ المحل اول شيء 38. شنو 38؟ 38 مليون سعر المحل. ايه مع السلامة. ايه روح اروح اسال. ايه ايه روح اسال. والجو بالاخير يم الزبالة. ايه جو حتى الكلب ما يطب له زين. 100,000. شنو 100,000؟ تعليق المحل بالاخير. ايه جو ما حد يطب له يم الزبالة، ريحة حتى بس طب السوق جو تعب نفسك. ما عندك 100,000 المحل، المشتري ولا يجي يمك، ما يوصل لك المتبقى. ولا يوصل، بس يوصل يقول حسب حسابي ميت من ورا الريحه والجيفه. ذني البره البره ب 38 ب 40 وصل 50. وصل 50 المحل، وصل 50 مليون المحل. شوف الحاله زين، بس اريد نعرف السوق هذا اللي شفناه المكتوب عليه سوق البياع المركزي. إيه؟ سعر المحل ب 38 مليون. 38 و50 و40 و30 جاي اقول لك. والعينتين العالم ما طب له السوق. انتين يقول مدرسه ما نقدر. السلام عليكم. عليكم السلام. العالم هذا السوق العالم ما طب له. هاي على الماشي منها يسوق ويطلع. ايه؟ يسوق يطلع على الماشي. هاي سياره الذبانه مسد الصب برهاسات يا حبيبي انت يا اخي. هي هاي يعني هسه طالب هسه قبل شويه طالب يقول انا طالب مدرسه، شنو ذنبي اجي ما اقدر امشي على الرصيف؟ هذا يعني الحكومه تحط لنا مدرسه انها بتقاطع. هاي مو تقاطع وكياد. اقدم الاغاد اسوي هاي المدارس الساحات المكومه. ايه؟ اقدم المدرسه هسه هذا شارع عام والناس على باب الله يا اخوي. وهذا السوق انت تطلب له من ساعتين الله تطلع الله وكلك الزحامات. وانا عندي مناشده الوزاره التربيه. ايه؟ وزاره التعليم العالي. ايه؟ ان يخفضون المعدلات. الله وكيلك هسه الطالب يدق ويلطم ويجيب له معدل. قال له حبيبي بالاهلي عندك فلوس وتطب اهلي وتصير دكتور. ايه؟ ما عندك فلوس وتجيب لك معدل شلون ما كان. الله وكيلك ما تستفاد ولا تصير براسك حقر. الله وكيلك هسه انت تدرس وتتعب واجيب لك معدل يقول لك والله ما مقبول. روح عليك عندك معدل طالب مدرسه. انا طالب مدرسه طالب سادس اعدادي وعند اهل طلاب وتخرجنا. الله وكيلك المعدلات السنه والعام لا تنقبل. لا الله يرضاها ولا محمد كفيلك العباس طالب عد طالب سادس علمي. الله وكيلك جاب له فوق 75 ما ينقبل. هسه قوه قوه بالاهلي قوه قوه بالاهلي. ليش انتم هسه احنا الحكوميه ليش ما يخفض المعدلات مالتنا ويشوف لنا شاره؟ على المود احنا الطالب يصير له واهس للدراسه، يصير له واهس انه يقرا. ليش يقرا ويتعب وهاي؟ وبالتالي تبى الاهلي هو لو عنده خام من البدايه يجيبه من البدايه اهلي لحد النهايه. بس احنا ناس تعبانين الله وكيلك. ومناطقنا مو مال اهلي ومناطقنا تعبانه. كفيلك العباس انا رجال ابو تكتك. الله يكون عونك. يعني طالب مدرسه وتكتك؟ طالب مدرسه وتكتك. السنه طتها رست الله وكيلك. هاي السنه عفتها؟ اي والله على المدى السادس ارد اطلع على شسوي غير اروح للاهلي. تلم للاهلي غير تلم لك 4 ملايين 5 وتطب له وراسك بارد. لان الحكومه ايسنا منها كفيلك العباس ايسنا منها تجيب لك معدل 50 وبالاهلي وتطب فلوسك وبراسك بارد.
حتى دكتور تصير، كفي لك العباس، ما لك تقرا وتنجح سالفه نقرا على الدبه، كفي لك الله. واحنا هاي نريد من حكومتنا ان تخفض المعدلات، وزاره التربيه والتعليم العالي خفضوا لنا المعدلات الاهليه الحكوميه، على ما نشوف دربنا طلاب نقرا نرد. صوتك شكرا جزيلا، صبحك الله بالخير. خلينا نشوف الاخ سايق توك توك، مو سايق توك توك مبين. انا حبيت اشكركم اليوم الله يرضيك بصراحه على الالتزام اللي ملتزمين اليوم. شيء بشيء يذكر اخوان، شيء بشيء يذكر. اليوم اصحاب عجلات التوك توك بتقاطع البياع التزام 100%، التزام 100%، ملتزمين بالمكان المخصص لهم اللي حددت لهم اياه بحسب ما تحدث الاخ قبل قليل. يقول الشرطه الاتحاديه جت قالت هنا تطبقون بهذا السايت فقط، ما من حقكم لا تتجولون ولا أن تروحون لغير مكان. العبري هو يجيكم هذا مكانكم، اجاك العبري كان بها خير، ما اجاك العبري رزق من رب العالمين. فاشكركم اليوم على هذا التزامكم بصراحه. الله يرضى عليك. طيب قول لي موضوع الارقام. والله احنا مرقمات، مرقمات احنا ومطينا سنويه بس مطالين اللوحات. ايه؟ واحنا مرقم هسه هاي كلها. ايه؟ هسه يطلع لك سنويه بس مطالين اللوحات، اللوحات بالمرور. رحنا مرتي من ثلاثه التعليمي، احنا مرتي من ثلاثه قالوا بعدين ما طالعه. شو وقت انت كملت المعاملة؟ كملت المعاملة تقريبا خمسة قبل شهر الواحد. قبل شهر الواحد؟ ايه كملنا معاملة. وانا على هاي مال التعيينات مال الدفاع. ايه قدمت عليها. زين. وطلع اسمي ورحت. ايه. كان يقول لي ايدك بيها تقوس. شنو بيها ايدك؟ يقول لي بيها تقوس. وهي بالفعل بيها تقوس؟ ما بيها كش. شلون شو بلش؟ هاي. كش ما بيها. يعني سدات مدى هيك عدلك؟ ما عدلك. ايش ما بي؟ لا شلون قال عليه تقوس؟ يقول لي بيك تقوس، اجى واحد اجى عوج مشى عنده عرف. ايه؟ ما عنده عرف الا الله. شلون يعني؟ لا يعني طلع لك انه شغله بايدك بيها تقوس؟ اي أيوة والله. وما بيها دجوها ما بيها؟ هاي كل شيء ما بي، هاي مو عندك قدامك. وفشن. طيب هاي ليج قصدك؟ يا على هاي. على هاي؟ يقول لي هاي قدام. والعده عرف يمشي ويروح، يعني شلون هيك؟ هاي مال الدفاع القوات الخاصة. مرتين راحت معاكم. الله شاهد. الله يكون بعونكم. نعم الرزق على الله، ودنا نشوف عاطلين عن العمل، والناس يقول لك احنا نريد نشتغل بعد المتجولين، بس يا اخوان هذه مدرسه. هذه مدرسه، هذه طلاب طالبين العلم، لازم انه يتوفر لهم المناخ الجيد حتى يقدرون انه يدرسون بشكل صحيح ويمتحنون ويطلعون درجات ويكون لهم مستقبل داخل بلدهم العزيز العراق. نتمنى انه تكون بالفعل انه الاجواء مهيئه بشكل جيد للطالب من ناحيه المدرسه ومستلزماتها. مستلزماتها هنا نقصدها الرحلة والصبورة والشباك الصحيح والكوادر التدريسية اللي مكفية الأعداد مال الطلاب. أما الموضوع الثاني نتمنى أنه منطقة بيع ما لاحظنا هذا الموضوع، لكن مناطق أخرى يتواجد هيك موضوع اللي هو موضوع ماكو كتب منهاج انجليزي. اكثر المدارس الابتدائيه ما مستلمين. منطقه البيع المدارس اللي موجوده لا عندهم يعني اكتفاء بموضوع المناهج الدراسيه، لكن بعض المدارس ببعض المناطق الاخرى في بغداد لا تعاني من هذا الامر. اليوم الجو التربوي يحتاج لعنايه وعنايه مركزه من قبل القائمين على هذا القطاع، توفير كل المستلزمات التعليميه حتى يقدر انه الطالب يكون له مستقبل، بدل ما يناشد لا يجي يحكي لنا ماده علميه يفيد بها اصدقاء. هذا اللي يناشد يقول ماكو صبوره، وهذا اللي يناشد يقول الشباك مكسور، وهذا اللي يقول طالبينه فصل بالامتحان هو اصلا ما مدرسين. لا هذه تعتبر ارهاصات. مشاهدينا الكرام، قبل نهايه حلقتنا لهذا اليوم نكفي الحق الرد لجميع الشخصيات السياسيه وغير السياسيه ومؤسسات حكوميه وغير حكوميه. برنامج ناس ولاس عبر شاشه السومريه واذاعتكم المحبوبه سومر اف ام، حق الرد مكفول للجميع. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، التقيكم بحلقات اخرى على حب الله الوطن. في امان الله.